أهلين شهري. هلا بدي أسألك سؤال. نعم. هالبيت هذا كله بغرفه هي إلك؟ لا شو إلي أستاذ، أنا بس إلي هاي الغرفة. نعمة كريم، سياحي ولا عادي؟ لا أستاذ عادي، نفذنا فيها قبل ما تصير هاي العقود السياحية. بعدين أستاذ يعني معقول واحد يكون ببلده غريب؟ أنا إيطالي شيء؟ عاو أنا من الصين؟ تايواندي؟ لا من زيمبابوي؟ إيه ها مشان إيش العقود السياحية لكم؟ إيه أستاذ بتحبني جوا ولا برا؟ كل محلاتكم خير وبركة. يا مين أهلا وسهلا، شرف شرف أستاذ شرف، تفضل يا حلة البركة. أهلين بابا، شايفتك رجعت بكير اليوم. ايه ابي لسه ما طلعت من باب الدار، سفقت الاستاذ بالبسكليت وسخنا له ثيابه. اهلين وسهلا، بقلت لحالي بشربوا فنجان قهوه منقول ايه من برطلو مشان ما يشتكي علينا. اهلين استاذ. اهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك استاذ. الله يسلمك. مدام ولا مدموزيل؟ لا هاي بنتي منقول، مدموزيل لساعتها. الله يسلمك مدموزيل. كيف قهوتك استاذ؟ قهوتي من ايدك كيف ما كان بشربها استاذ. انا ضربتك بالبسكليت، شو قتلت لك قتيل يعني؟ خير شو في؟ ما بصير عم تسالك شو قهوتك، قول لها يا ساده يا وسط. دغري فتحت لي باب الغزال. ساده او وسط؟ فوتي انضربي. قال لك ساده. لك فوتي لك منال نعمة. فوتي نقعد جوا استاذ اذا بيسمح امرك. لا هون ابرد. لك ايه فوت لجوا عندي مروحه، فوت لهوي له. ايه تفضل تفضل. اهلين استاذ تفضل. شرف شرف عون. شو شايفك زعلت مني؟ لا شو قرص لك يعني؟ عيب استاذ قاعد عم بطبق البنت قدامي. بلكي نيتي حسنه. على راسي نيتك حسنه بتروح بتجيب اهلك يخطبوا لك اياها. اهلي عطوك عمره. اخي عمك خالك كمان عطوك عمره. لا اله الا الله، وينك ما الك غير تحكي مع ابوها وساعتها غازي للبنت على كيفك. مو مشكله انا طالب ايد يعني ما عم تطلع معي. انا طالب ايد بنتك الي. لا لسه ما شفتها. شفتها. طيب ما بدك تتعرف عليها؟ مو مشكله، المنيح ببين من عيونه، بعدين اكيد هي اصيله وبنت اصيل. اخي على راسي، بس نحن ما بدنا نعرف مين حضرتك، شو بتشتغل، يعني شو اصلك، شو فصلك، دكتور مثلا، مهندس. انا اسمي عفيف، مخلص تجاره واقتصاد، وهلا عم حضر للدكتوراه بايطاليا. يا سلام، معناتها أستاذ أنت من عيلة كبيرة؟ لا كبيرة ولا شيء، أسفت منكم بعشر مرات، بس أنا بنيت حالي بحالي. شو قلت؟ من بيت إيش حضرته؟ من بيت أبو فليفلة. أبو فليفتي؟ حدي ولا حلوة؟ حلوة مثل القطر على شرشة حدودية. يا سلام، معناها خضرة. حمرة مثل الدم على شرش خضار. شو قلتوا؟ ايه انا بيشرفني، بس ما بدك بالاول اسال المدموزيل بنتي مناول، بلكي ما بتحب الفليفلي. شرف عود عود. تفضل استاذ. يسلموا. هي استاذ استاذ. لك شبك. ايوه عمي. وين عيونك طايره؟ بالارض. تعرف الواحد بهيك مواقف بيخجل. ايه صدقتك صدقتك البعيد. ايه عيونك طايره لفوق عمي. هي اجت منال. منال ابي. لك منال، الاستاذ بده يحكي معي بموضوع على طالب ايدي. موافقه. لك بلاكي بقرف رقبتي. قال موافقه. ما بتقبل ابدا تعرفي من هو شو بيشتغل. مثل ما بدك. لك مو مثل ما بدي انا ابي، مثل ما بدك انت. بس انا بعرفه منيح، تعرفت عليه هلا. قصدي قولي منال. ولا اوعى تكون بتعرفه قبل هلا. ها عمي انا ما بدي كذب عليك، وانا بحياتي كلها ما كذبت. انا بعرفها لمنال. منين بتعرفه ولا منين بتعرفي بلي؟ عمي مره كنت مارق من هون، انت شفتها من هذا الشباك، عجبتني صرت اتردد. صار بينكم حكي ولي؟ شو حكي ما حكي؟ شو هالحكي عمي؟ أول مرة بسمع فيه صوتها اليوم. معناتها خليني أفكر بالموضوع.
عمي الشغلة ما بدها تفكير، أنا بعد بكرة مسافر لإيطاليا، مو راجع بسنة، إذا موافق خليني ظبط له أوراقه وآخذها معي، إذا مانك موافق خليني ظبط أموري وأتيسر. شو قلت؟ على كل الأحوال أعطيني مهلة لبكرة. ما بقدر أعطيك مهلة لبكرة، اليوم بدي ظبط أوراق المحكمة ونزلها على خانتي بجواز السفر، وبكرة بدي ظبط لها جوازها، وبعد بكرة بدنا نسافر. شو قلت؟ طيب الأوراق تلحق تخلص اليوم مشان المحكمة؟ الأوراق جاهزين. أوراقك أنت جاهزين، أوراق منال؟ أوراقي وأوراق منال جاهزين. مين جهزوا؟ عفيف. وليه؟ على حساب ما بتعرفوا بعض وما في حكي بيناتكم؟ هي رح تعمل لي إياها قصة. وين رايح؟ راجع. وليه منال؟ بحساب ما في حكي بينك وبينه، بحساب ما بتعرفي وليه؟ أبي هات لبس إيدك، هات لبس إيدك، هات لبس إيدك، ما أحسن ما نضل تحت رحمة هاني، مو أنت قلت لي بدك تجوزني يا مهندس يا دكتور؟ هي إجا دكتور وعلى إيطاليا، أبي بإيطاليا في معكرونة. عمي أنا ما سويت شي غلط، أنا جهزت الأوراق، إذا بدك توافق كان بها، ما بدك توافق هاي الأوراق تفضل حرقهم بإيدك كأن شيئا لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. منال أبي قومي البسي، قومي قومي يا أحلى أب بالعولة. مو قصة بتعرف ولا ما بتعرف، بس زبالة مو مصلحة زبالة، بعدين نحن شباب علينا القدر والقيمة، مو حلوة نشتغل بزبالة. يعني شو بدنا نشتغل؟ شو رأيك نجيب لنا شي سيارة بطيخ؟ انت كل ما بتقيم ايدك على رجلك بتقلي سيره البطيخ والبطيخ، يعني اشتغلنا بالبطيخ وخلص موسم البطيخ، شو بدنا نشتغل؟ بالبيتنجان. خلص البيتنجان. بنرجع على البطيخ. يبليك بقتلك انت والبطيخ والبيتنجان. لا خلي انت ليش هيك ذكي؟ انا عم بحكي انه الخضره بشكل عام نشتغل فيها، بس انا ذكرت هدول الاثنين لاني بحب البيتنجان والبطيخ. حط لك العطر لايديك، لا لا سيدي مولا. رد قرصي. ايه اطلع يا قتله. بلاك قرصك شي، ليش جايين بكي؟ امي بطلنا مصلحه زباله. لك هالشباب مثل الفله، نحن نقضي وقتنا بين المزابل، خلاص بطلناها. لك شو بدكم تشتغلوا؟ بالبطيخ. يا بالبيتنجان. وين بدكم تبيعوهم؟ بدنا نبسط هون براس الحاره. يا باخر الحاره. شو هالقب اللي عندي؟ كان رح يعملنا اياها شغله انه حكينا مع بعض. شو صار يعني؟ كيف لو غلطنا وقلنا له انه كنا نطلع على قاسم؟ ابو جنانه جن. قالوا لي جن وانا رايح كنا حبابي يمه يا يمه، نار بروسة لجبالي. اوف 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 حبابي يمه خطبوني، راحوا بعيد واخذوني وبعدوا حبنا على بالي، نار بروح الجبال قالوا لي جن وانا رايح كنا حبابي يمه يا يمه. وبالضيعة بيرضوا يعطوك ببلاش؟ مو ببلاش مرت عمي، بس على حساب لما نبيع بنسدد لهم. ايه ما حدا بالبلد كله معه راس مال. لك لمين هالبهرجة كلها لك قطع؟ خطبت هاني. ما بده كل هالبهرجة. مو لهاني فشل. لمين لكان؟ عريسي دكتور مسافر على إيطاليا، وبعد بكرة مسافرين سوا. لك شو بدك بإيطاليا؟ ما في من وراها إلا البلاوي. سأليني لي أحسن من بلاوي هاني. فيها معكرونة. معكرونة. أكيد عريسها رايح ينكش بزبالة تبع إيطاليا. بتضل زبالة إيطاليا أجسام، مو مت زبالتك هون. شفيق شو رأيك نروح نبيع بطيخ وبيتنجان بسوق الهال تبع إيطاليا؟ بتشلحك نص حقهم المافيا، خليك مقبور هون بزبالة أحلالك. أيوة. خلصونا أخذتوا هوياتكم؟ إيه أخذناهم. وأنا ما بشيل من الشنطة. برافو عليكي، يلا. منال أخذتي إبري وخيط معي قبل؟ ليش الإبري والخيط؟
لا لانه انا الزر هذا تبع البنطلون بضل بينقطع، فما حلو قدام القاضي الشرع يعني يسلط ال إيه معه حق ينقطع، لابس طقم لواحد قد نص صاق. لا قد نصي قد ربعي اصهري ما عندي غيره. خلاص عمي خلاص، لك علي بس روح لايطاليا لابعت لك طقم فيرزاتشي زيد لي بياخذ العقل، ما حدا لبس اخوه. مشوا يعني هون ابي هذا الزلي بينكش بالزباله مثل حكايته. عفيف بوران، انتو بتعرفوا بعض انتو؟ أنا اللي بعرفه، لك يخرب بيتك من حالك، كل شي في حيلتي مصاري قشطني معهم، هدول الجماعة ما في بحيلتهم شي، ما معهم ولا الوتكة مصفرين عن خالص. مدام عفيف اللي قدامك غير عفيف اللي بتعرفيه، هلا أنتوا بتعرفوا بعض من زمان؟ علاقة قديمة. إيه بدي آكلك بلا ملح. شفيق بديع وين هربتوا؟ ولا شو جابك لهون؟ اخبطك بها يلا جيب اجا امي. شي يا رجال هاي؟ قوم تعال معي. مشي اوكي تعال عينك بالصوب يا سيف تعال طالع برا. تعال شو تعي يا قطة تعي أنا بهلك شوي 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 لا تخافي مثل غزة الدبوس. وأنا برا و... عم تضرب باي عم تضرب إذا رجال طلع برا. هي الثاني شفت ليش حبيته بابا؟ قتل خمسة بقاسيون يبليك بقتلك بليلة ما فيها ضوء قمر وتكون مطفية الكهرباء. إلهي سيدي مولاي. مدام بوران أنا تبت وتبرعت بكل مصرياتي للوقف. لأنه مصاري اللي نفضك تتبرع فيهم للوقف، إذا صحي ضميرك الوقف مو بحاجتك. أنا كنت مفكر رجع لكم ياهم، بس لقيت إنه هدول المصاري إجوكم نتيجة نصب واحتيال. فشرت بنص عينك واحد مثلك نصا. فشرت؟ شو نسيتي اني انا عامل الصفقات بايدي ولا بتحبي ذكرك؟ وال 50 مليون جيادتي كمان هدول نصب. انا كنت بدي رجع لكم اياهم، بس فكرت شوي لقيت انه هدول المصاري هن الراس مال النصب والاحتيال، هذا اولا. ثانيا صرفتوهم حق مشاوير وسيارات وخلافه، يعني بعزقتوهم. بس انا لما تبرعت فيهم طلبت المغفره باسمي وباسمكم ليكن لك فكري. الله يقبل منا جميع. قولي امين. كتر خيرك ما انسيتنا عمي. خلصونا هلا بتسكر المحكمه. مشي ايه ايه مناول ابي اطلع البنطلون. خلصونا شرفوا هالحكي كلياته ما بيفوت بمخي. عفيف جايته لهون مو صدفة. شو لكان؟ بحيلة منال جاي يشوفي. لك شو بدها يشوف فيني؟ لسه حاطك بباله حبه ما فرق. أبو طمزة بلاها الولدنة بلاها. إذا بيجي لهون أنا بأرجيه بدي خردقه. لك لا تخردقه ولا تشردقه. شفيق وبديع تشرشحوا شرشحة الكلاب لما حاولوا معه. أنا بعرفك إنك معجبة فيه. لساتني أنا مو معبي عينك، بس أنا اليوم بدي أعبيها لعينك. كتير؟ ايه كتير. قديش؟ هلا بتشوفي قديش؟ يعني بتقدر بيطلع معك؟ لك انا اللي بيطلع معي، هلا بتشوفي. ها؟ شو بدك تعمل؟ بدي جيب الطبنجاية تبع جدي. قولي بالطبنجة؟ ايه بالطبنجة بدي اوصه. هلا هذا اللي كان بده يطلع معك؟ لا تجن. جنيت وخاص انا. قولي 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 هلا بتشوفي شو بدي اسوي. قولي بتشوفي شو بدي اسوي.
ولي ولي هلا هي الطبنجة مثل الفرد، جيت البنزين جيت الكازين، بدي اعبي لك الدبة تبعه خرده لعفيفه. لك بتعرف حالك ما قد المناحة، ضروري تناطع وطي راسك بين النسوان. شو بدك يعني قعدة؟ بدك يعني قعدة اتفرج؟ ما بقدر. لك اتفرج، ما احسن ما يتفرجوا عليك؟ دمي فار حبيبي بديع، مو معقول كل ما دمك فار اجي شيء بين الرجلين. يا بديع يا حبيبي انت شبك؟ بديع قوم شوف ابو طمزه وين؟ جمال عم يدك الطبنجة، بده يوصل عفيف. ما بقدر. العمى بعيونه بيعمل جريمة قتل. لك لسه ما سمع سمعها، بيسمع عفيف مدري شو صار له. أنا يلي راحت ساروتي ما انحمقت مثله كل الخير. إيه ما أنت عم بتكون خايف على ساروتو. ساروتو منلو إيه ما بيملك نقلة. أنت ساروتو مرت عمي شبنا. لك قوم بديع. ما بقدر. لك قوم. ما بقدر. خليك قاعد مع مرتك، رح أروح أشوف شفيق. خلاص حبيبي بدي خلاص. عم تجعني. حط لك مرهم. يمكن ما بقدر. أبو طمزة كلهم كم سنة يا دوب البقيانين لك، مو محرزة تقضيهم بالحبس؟ بدي أحرق النفس تبعه. لك حاجة الدكة حاجة، هلأ بتفقع بإيدها. بدي دكه للبقبوقة، بدي خلي الضرب يفوت من قدام يطلع من ورا. من ورا ولي بقبوقة؟ شو رأيك أبو طمزة تخلي واحد يقوم بهالمهمة غيرك؟ جربناه أكلوا قتلة. مو أنا هو كذاب، هو مو أنا، أنا طلعت له بالسيخ وعملت له لا بديع ولا شفعي. جوزة مو جوزي. لا جوزك مو جوزي. ايه لك عن مين؟ هاني منصبته انه منال اتجوزته لعفيف، ما بيحل عنه ليخلص منه. اجدباب يعني بعطيه الطبنجة؟ لك لا هيك بصير شريك احسن، تقعد ما تصيبه لعفيف بياكلك بلا ملح. لك انا ما صيبه؟ لك انا عشت الكبريتة بسيبه، انا اذا حطيتوا لي ابره بسيبه. بدك يعني هذا الشنتير اللي طوله مترين ما صيبه؟ لك هذا الشنتير اذا بتحطه على بعد 200 متر وبتغمض عيونك، لك شلون ما قوص بتجي الضربه فيه؟ بعرفك ما بتبهر بس تحكي ابو طمزه. انا ما عم بهر، ابو طمزه ما بيبهر. ايه بهرت وكترت، شلون بدك تصيب خرم الابره؟ شو قناص ولا فناص؟ حطوا لي علامه بخليكم تشوفوا بعينكم. لك مصدقينك، نحن مو انه مو مصدقينك. هلا قوي عصاك، اقنعوه يا بنات حاكوا. لك ابو طمزه حيوانتك بلاها. عمي جوز امي الله يوفقك بلاها. بدي خليكم تشوفوا بعينكم. لا ترد عليهم، لا ترد عليهم، انا ما بصدق لحتى اشوف بعيني. ولك خلاص خلاص مصدقينه بدون ما اشوف. لك اتركه بقى، يعني ضروري هالاستفزاز؟ ايه مالك شايفه شلون عم بيقض علينا؟ قال خرم الابره بحياته مو مقوص ضرب. هلا بتشوف بعينك. ابو طول هلا ابو طمزه بلاها. لك شو رح تعمل؟ لك يا جبان لا تخافوا، ما لك على بيرك بيرك ايدك قبلين. لك تعطي معك بس عدي هذا برميه. شوفي انو برميه تعي بعت لك ابو طمزه كله فاضي. انو برميه بدك هذا الاخضر قربي لي النص بدي نشن عليه. ايه على راسي. دقيقة لشوف. منيح بنقبل معي من هون، منيح ماشي عليك. لحظة من فضلك وقف تقلك، نحنا ما اتفقنا على برميل، نحنا اتفقنا على خرم إبرة. الإبرة ما بقدر أشوفها، حطوا لي شغلة قد الإبرة تنشاف معي. عمو عمو ليش حال هالشكلة؟ أنا هي اللي على بس نحن ما اتفقنا على الشكلة، نحن اتفقنا على خرم إبرة. هلا الشكلة هالقد ما اتفقنا عليها؟ خلصنا بقى مرق له اياها هالمرة. طيب ماشي الحال، ماشي الحال، بس أنا لحتى أفرجيكم إنه عم يبيض ويكش. لك بلا يكش بلا يمش، خليه يضرب الضرب على البرميل قبل ما يجي عفيف ويرتكب جريمة دمه فايح. خلص ماشي، حطوا له الشكلة، حطوا له الشكلة. عمو وين بدك حطه؟ أي خلصيني بقى، هاتي الشكلة لشو؟ شايف الشكلة أبو طمزة؟ طلع فيها مين؟ ليك هون ها؟ شايفة من هون؟ وين الشكلة؟
لك ليك على البرميل مالك شايفها؟ أرجيني لشو؟ ايوه هلا 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 بانت معي ها. بعد هيك بدي قوس ها. هلا قوس. بدي ارجيكم سرعة واطلاق سوا لحتى تعرفوا ابو طمزة مو لعبة. واحد اثنين. غير ايدها؟ لك شو ما يجعني غير ايدي؟ هذا قد ما دكيتها. ما معناتها ما بده مستشفى، خذوه على الدكتور. انا اخذه على الدكتور، ليش شايفه جنبي جوز امي؟ خذوه انت. ليش حتى اخذه انا اذا اخذته الدكتور بخبر الشرطه؟ لك انا خبر الشرطه وبتلي فيه انا ويفتحوا لي سين وجيل. لك لا شو سين وجيل؟ رح يصفى دمي، رح يصفى دمي. شو شو في حدا يلي؟ خير شو ابو طمزي؟ واحد طبنجة بايده كان بده يقمشه. ما في شيء ما في شيء، جرح بسيط ليك. جرح بسيط؟ الدم رح يصفى. قوم معي قوم قوم. شو لازم تسحفه هو؟ لك شو تسحفه؟ كان بده يقمشه. هلا برجع. الله لا يرضى. مو إلك إله. لو كان قوصك كنا خلصنا. راح ابو طمزي مات؟ طويل. كتير 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 كتير. بدي اخرب بيته للحقيق، انا صار لي سنين رابط منال، صار لي سنين رابطها. ليش انت بتعرف تربط؟ انا اللي بربط. قد قد ما بدك. كتير كتير كتير. تركونا هلا من الربط، في ألف منال غير هي المنال، واللي اخذ لك اياها بدبر لك غيرها. انا معكم بصحتك وعافيتك والبطب في شيتك، ما بمرقها هيك سادة. لا قالوا شو بده يتجوز امك مشان يصير عمك. ايه ما يطق ما بجوزه اياها الا اذا جوزني بنته منال. لك هلا شو بدنا بابو منال نحنا؟ المهم عريس الغفله. شو اسمه هذا بديع؟ شو اسمه؟ اسمه امي اسمه. ولك خراس انت، مين سالك؟ ايه اسمه عفيف. انا بفرجي اذا ما بنيمه بالمستشفى ما بيكون اسمي هاني. انا هاني وحي الله. اذا ضربك بوكس بيطير لك اللوج الفوقاني تبع اسنانه. اذا طالني بطوله. ما بيطولني. هو اللي بطوله. هلا بفرجيك شلون ما بيطولني. لك انا هاني وحي الله. ارحموا على عفيف يرحمنا ويرحمكم الله. اجروا. ابي مناول لا تنسينا من المكاتب يرضى عليكي. لا بابا يعني معقوله؟ بعدين وليد مناول بعرفك مزوق قولك ابي، دائما هيك بيكعب الرساله من تحت سلام خاص للست ام هاني. لا بجوز بعد ما تسافري انا اتفكري. بعرف انت ما مصدق امتى تخلص مني لتتجوزها. لا ازعلت منك هيك مناول، انا لو بدي اخلص منك ولا ابي كون جوزتك للدب هاني. شو بنا بابا ما عم تلقى مزاح؟ عم بمزح معك، شو انت ناطرني لتتجوزها؟ يعني لك ابي انا بتعرف انتي، انا ما حبيت جبلي خالي مرك اب بعد داور. هلا بابا قلي، شو جبلك معي من ايطاليا غير المعكرونة؟ ما بدي غير تروحي وترجعي لي بالسلامة. لا ما بصير، لازم جبلك شي شغلة، قلي احسن ما جبلك حي الله. لك ابي ما ضروري، بس وينك مناول؟ تعالي قولي تعالي، اقعدي جنبي. بتجيبي لي جهاز كشف المعادن. ليش بدك تنقب؟ لا ولك ابي لا، بس مو انا بنقوش بالزبالي، بيكون مثلا في نحاس المنيوم، بدل ما مد ايدك حط الجهاز. بابا شو مفكرني انا بيهون علي انه خليك ترجع تنكش بالزباله؟ انا بدي اقول له لعفيف خليه يخصص لك راتب شهري. يا ابي لا، يستر على وقتك لا تجيبوا له سيري، ما بحب انا اكون عالي على حدا ابدا، ابوك دغري. طيب يعني على الاقل يلاقي لك شي شغله تانية. لك ابي ما ضروري، بلكي ما بيطلع بايده، بعدين ما لازم يستر على اختك. ها هذا عفيف لا تكركي عليه. هون تلفزيون مينات والميوزك في المينات، طلعت الكاميرا زياره تتوت تتي تتوت. يا ريتها كاميرا فيديو، كنا صورنا الاكل بدها كل عفيف حشكو لبك. بدعو قديش صار عمرك؟ ما بعرف عنجد قد ايه صار عمرك؟ عنجد ما بعرف، انا من صغري هيك فلتان بالحواير. عنجد قد ايه صار عمرك؟ بكفي 30. مناح، يعني هلا بقى تتكون؟ شو هي اللي هلا بتكون؟ شخصيتك، لأمتى امك بدها تضل تديرك مثل البلا ما نحكي؟ امراه صغيره تركب لك رسم.
حيرتوني. اذا انت حكيتي معي بتقلي امي مو ناقص غير مرتك تركب لك رسا، واذا امي حكيت معي انت بتقلي لي مو ناقص غير امك تركب لك رسا، شو ساوي انا؟ شو اعمل؟ ما تعمل شيء ولا تسمع من حدا، مثل ما عم اقول لك انا، خلي قرارك من راسك ولا تعمل غير بقول لك عليه انا. ماشي. جيت لحالك ولا لورا معك؟ شو هالحمامية؟ شوف يا حمامية تشخ لي اياها، شوفها شوفها شوفها. دم حمامة حمامة بيضة رفت رفت فوق فوق راسي حمامة بيضة. دير بالك ثاني مرة بتجعلك يعني كثير. شو قصتكم بهالحاله؟ بروح وبيجي بلاقي واحد ملقح بالارض، شو قصتك يا اخي؟ مرات من جنب حيط، قال لي شوف الحمامه، قام ورجاني شو منظر. اكيد هذا الحيط، اكيد هذا هاني، فكرك عفيف. وانا شو دخلني بهالقصه؟ شو دخلها؟ هذا هاني بيحب الامانات، خربط فيه. قوم يا اخي قوم قوم لوديك على المستوصف. اهلا. لك ايه قوم. اذا سالوا عني قول له هلا برجع. الله يوفقك يا عفيف ويكثر من امثالك. انا الخرطوش تبع الفرشيتا. إيه ما عاد يقوم بشهر هذا إذا قام. ليش شو عملت لهم؟ ورديته الحمامة وبنص راسه وبالعصاي. لك برافو عليك، فحل ابن فحل طول عمري بقول عليك رجال. إيه لك منال ما حدا بياخذها غيري أنا لو بدي روح 20 قتيل، لك أنا هاني مو حي الله. أنت مو 20 واحد بدك تروح، أنت بدك تروح 100 لأنك بهيم. ليش هيك عم تحكي معه؟ حط حالك محله، الولد والآن عشقان هيمان. لو أنا محله حط رجلي بظهره برفسها رفسه بجيبها برا، مو بروح بقتل الشب مثل طربون الحبا. هلا عفيف مثل طربون الحبا؟ ايه طول وقامه ونباله، مو مثلكم وريعه على عيونكم صفي دمي وانتوا واقفين. لا يغرك تصرف عفيف، انت بتعرفه بيعطيك ابره بياخذها مسله، لك نسيت شو عمل فيني؟ بتستاهلي لانك كنتي طمعانه فيه. ها؟ على ايش طمعانه فيه؟ ما كان حيلته النقله. طمعانة بصحته وشبابه، مشان هيك هو مثل طربون الحبا. كان مثل طربون الحبا قبل ما هانك يسفقوا على راسه. ولساته لأنه هاني صمت واحد غيره. وعطوا بالكم ها، عفيف بحمايتي. لك مو قبل شوي كنت عم تنتخي وبدك تقوصه؟ قبل شوي كنت حمار وهلا فتحت. يبعث لك قتلك الزيت بالشباك، حمار ما بتعرف تضرب ولا شيء. لك انا هاني وبضل هاني وبكره بتشوفي. روح اليه. قال ما عاد يقوم بشهر، قال هذا اذا قام. هلا انت بتصدقي هالحكي؟ ايه هذا عفيف بيتبرع بابوي اللي خلف ولا الوقف وما بيتبرع بفرنك واحد، بس اكيد في شيء لسه توقيع بده اياه من حماتي بوره. يا جمي لسه ما عشي توقع عليه؟ ايه ما بتعرفي، بجوز تكون اصلا جت معه من شي محل، اكيد في شي لسه شغله ما زبطت معه. ايه لا غلطان، الرجال مبين عليه انه تاب والله بيقبل التوبه، ليش لحتى نحن ما نصدقه؟ يلا ياخدك شو هبلة. التاب ما في حدا معه مصاري بيتوب، عادة ما بيتوبوا الا بعد ما يتخوزوا، بعدين انا ما عاد صدق حدا، لاني كل ما صدقت حدا بطلع احمد. معك حق. لك تعي شيلي يا غطا على قلبي. اعرك قدامي لشو؟ تحرك ولا كلمة. يا اهل البيت؟ يا اهل البيت؟ مين؟ لك قولي عليك شو بعد فرقت معي سكتها؟ سيدي ابو نجيب احترامي. اي نعم سيدك ابو نجيب، وين ابو طمزي؟ ابو طمزي خير شو في؟ مطرح ما انتم بتكونوا بيكون في خير؟ لا الله يسامحك. مو شغلتي، وين ابو طمزه؟ ابو طمزه بدك اياه ضروري؟ ايه ضروري. ايه تكرم عينك، ابو طمزه؟ يا ابو طمزه، ابو طمزه في ضيف بده اياك. سيدي، خير شو في سيدي؟ ايدك من ايش مضروبه؟ سيدي وقع عليها حجر. حجر ولا نيزة؟ نيزة؟ شو بدي اجيب النيزة لعنا سيدي؟ والله عيب والله عيب. لحالك
إيه حتما ما في غير الاحتمال، لأن إيدك محروقة حرق. فهاد يا نيزك يا حمم بركانية، هاد إذا كانت مضروبة بحجر. بقى احكي ولا تعلل لي قلبي لك أبو طمزي. طبنجة لا بتقدم ولا بتأخر سيدي. إيه كانت رملتك، مين قال لك لا بتقدم ولا بتأخر بقى؟ رملتني؟ لك شوفي شو القصة؟ ليش حطت سيدي أبو نجيب؟ بعد لكم قتلكم أنتوا والعيلة. سيدي هاي الطبنجة على أيام العصمة. ومنين جبتوها؟ كانت لجدي الله يرحمه. والدك منين جبته؟ كانت متكوكة سيدي. جده دكة بس ما قوص آخر ضرب سيدي. وفيها رخصة؟ ما قلنا لك على أيام العصمة اللي سيدي. شو على أيام العصمة اللي كان السلاح سايب بالشوارع؟ شو ما في رخص؟ سيدي ما في، احبسونا. ليش يقفت لك أبو طمزة؟ لك هيبة أنت سيدي. معلوم لي هيبة، أنا أبو نجيب خذ وجيب. كنت عم امزح معكم مزح، انا جاي بغير هيك موضوع. انتوا اوصوا حالكم كلياتكم مثل ابو طمزي، والا عيوني اذا بسالكم عن الرخصه. موضوع ايش سيدي؟ في شخص قال انه ابو طمزي قال انه هاني ضرب، هيك قال. سيدي ما بضربوني ما بضربون. شو قلت ابو طمزي؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ سيدي أنا ما شفت، ظنيت ظن. أيظنوا أن أبو نجيب ما بيعرف؟ وعلى أي أساس ظنيت؟ هيك سيدي، ضربت عجينة بحيط، يمكن لزق. لك شو هيك؟ ما حدا بيخلق هيك، عم تتبلى أنت. سيدي يمكن أنا غلطان. لا مو غلطان، أبو طمزة، أنا بعرفك إذا ما في دليل ما بتحكي. ما عندي دليل. لا يا ابو طمزه لا، خليك رجال خليك رجال. شو خايف من مرتك ومسترجي تحكي قدامها؟ مالي خايف من مرتي، هاني يمكن هاني فكروا عفيف ضربوا لانه جوز منها. فساد كذاب سيدي، مو انا. ايوه يعني شوف العين ما شفت. يخرب بيت اللي ضربه، فاجئته راسه بالحجر. بالعصايه سيدي مو بالحجر، فرجيته على الحمام ضربته بالعصايه. امشي قدامي امشي، هالمره ما راح طالعك بلا ما اعملك دزينه هواني صغيره. تعرف يا سيدي سال خالتي بوران وبدي احنا كانوا شوط على القصه. يا اخوان الحيط على راسك، نحن شو عرفنا يا سيدي؟ لك بس هلا جاكم الدق. قلتلك قتلك شو منغرشه. الله وكيلك يا صارع، بقول لك منال بعمرها ما كانت مخطوبه له ولا شيء، لك هذا واحد اجداه بس هو بحبها، وانا من طبعي ما بحب اقطع برزقه حدا. يا سيدي الله يجزيك الخير، لك اقلال اللي بشهامتك، عم اقول لك انا منال بعمرها ما كانت رح تصير له. اذا هيك طمنتني. ابو منال؟ يا ابو منال؟ هي ام هاني. قومي يا ابي قومي افتحي لي، قومي افتح. ايه قومي افتحي. أهلين خالتي أم هاني. أهلين وسهلين أم هاني. مساء الخير. لك مساكي ورد، شرفي تفضلي. هي آخرة المعروف معاه؟ لك مسكنتك ببيتي تقريبا ببلاش، وأنا كلياتني على حسابك بس على أساس بعدين. هلا على أساس ولا ما على أساس؟ أنا من هلا مستعد، بعدين وينك؟ أنت اللي كنت عم تأجلي الموضوع، أنا إلي الشغف. هلا أنا بشرفك بس ابني هاني ما بشرفك، مو هيك؟ لا يا أم هاني، ابني هاني على راسي، تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك. أهلين وسهلين أم هاني. وينك؟ لو كان ابني هاني على راسك كنت جوزته بنتك منال، ما رحت اعطيتها لواحد غريب. لا يا ام هاني زعلت منك، هلا الدكتور عفيف غريب؟ لا دكتور هذا قد الدنيا، وبعدين حطي حالك محله، يعني ما في فرق. انا ما بيهمني دكتور ولا مو دكتور، المهم يقوم بواجب مرته. المهم انا جاي هلا مشان الكون انه ابو نجيب طلع انسان طيب كثير وقدر وضع هاني ونزل صفت عن حقه، وهلا هاني جاني ما بدي اياكم تردوا عليه بنوب. ولا يهمك، لك هاني بعيوني ومثل ابني كمان. وينك ابو منى؟ فتح عينك اتسف له الطنجره. ها الان اذا هاني بيصل له شيء، شايف هدول شعره من شعراتي ما بتلمس، شعره من شعراتي ما بتلمس بنوب. ولا عم يكم تدخل الجاب بدي كسر الراس شيتو. لا يا صهري صهري لا صهري دخيلك.
ما سمعت شو عم تقول. شعره من شعراتها انا ما بلاقي يستر على اختك. لا طالعيني من المولد بلا حمص. يا عفيف ويا ايقه ويا سرمايه عتيقه، نرفسك بغلب سوق الهيل بجيبك بالحريقه شلون بدلون بس شو هالمسبات هي؟ تقل له يا هشوي شو عم تغنجوا انت؟ لك العيوني خالتي بهراء. يا عفيف ويا جردون، لا لك طعم ولا لك لون، لن تفلك دقنك نفس لو شفتك ماري من هون. اتركني يا عمي، اتركني نفسه، اتركني نفسه. هو يطلعك عفيف؟ لك انا جردون. خلص لفوت لجوا بلا بس نلم الشعرات. يا صهري العمى الحب اصعب من قطك، فوت لجوا. روح صهري روح. رح انتفلك دقنك نتف لو شفتك مارق من هون. بقص ايدي قص، بقص قص اذا ما كان هاني من ذرية ابو تمام. وشو دخل شعر ابو تمام بهاني؟ لك هي موهبة طبيعية. هلا ابو تمام شاعر فهمان بيطلع معه شعر قوي، هاني اجدى بيطلع معه شعر جدبان كله مارق. ايه مسيح، ليش خلتني اكتبه؟ هلا بورجيك ليش. رح انتف دقنك نتف لو شفتك امارق يا عفيف لو شفتك مارق 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 من هوني. رح انت بشعرك نلف يا عفيف لو شفتك مارق لو شفتك مارق 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 من هوني. صحتين صهري صحتين. عيبه مطرح ما يسري يمري. الحمد لله صفرة دايمي. صح ريت وهنا. ايه عمي وين بدك تنيمنا؟ ليش بدكم تناموا عنا؟ لكان وين بدنا ننام؟ خد عروسك ورونام ببيتكم. انو بيت؟ ليش انا عندي بيت؟ ليش وين كنت عم تنام بالاول؟ بالشارع. قصدي كنت مستأجر بيت بس لما نويت على السفر سلمته. ها يعني قصدك بس هاليومين؟ يوم واحد لبكره. طيب انت وبابا بتناموا هون وانا بروح بنام بالمطبخ. فكره معقوله. ليك منال مزوقه كل ما اجي لعنده طيب بتنام بالمطبخ. شو هالحكي؟ ما بصير ما بصير عمي انا جوزها. شو قصدك يعني؟ يعني ما بصير يوم دخلتي بالمطبخ وفهمك كفايه. ومين ضربك على ايدك وقال لك اتجوز اليوم؟ عاد والله وين بدي انام انا؟ نام بالمطبخ. بدكم ديك؟ أنا بدي أجيب لكم ديك كمان أنتو الثانية. نورا حتى لما عم غسل شعري بمية فيجة كمان عم يحول. شوف أصبعتك أنت الثاني. في حمل الأثقال أمي. لك وين عايشة أنا؟ وين عايشة؟ شو منال عم ترهجي رهج؟ كيف لقيتي لي جواز؟ ليش عم تضحكي؟ لا تخجلي، الكل بيصير معنا هيك. انا مو مشان هيك خجلانة. مشان شو لكان؟ عفيف حكالي كل شيء. شو عم قال؟ عم بتصورك عروسته لعفيف كيف كان منظري؟ روحي تتصوري بالجنائية، روحي من وشي تضربي. خير شو في؟ ما في شيء بابا ما في شيء. لا في، شوف ابو منال، إذا بدك يانا نعيش بسلام بهالبيت، بتنبه على صهرك ما يجيب سيرتنا بنوفا بك. خلاص، ازرعي بتقني براون. دقنك بور بدي قصد اصلاح. هلا ليش عم تحكي معي هيك برام؟ لانه جبت لنا ارزا الخلق الله لهالبيت فهمت؟ إيه خلاص مثل هلا بكره بيكونوا بايطاليا بترتاحي وبتريحي. انت شو جابك هون لي؟ عم سوي قهوه لعفيف. إيه فوت انضربي على قلبي خذها يا هوي. اعملي قهوه شرط تطق ايدي حالك من الصبح. صباح الخير دكتور. صباح النور. اغير عم خليك ما بتقوم. شو واجبك؟ بدك يكبر واجبك الهي. شو دكتور طمني شلون الاوضاع؟ تمام الحمد لله. يا سلام، يعني الامور مشت ان شاء الله على ما يرام. ولو عمي تربيتك تربيت دراعه وتربيت اهلك يا اخي. هلا ابو طمزه ليش ماله هون بالاجتماع؟ لك
ابو طمزه ما عاد يتامل له، صار يحبه هلا العفيف بعد ما اخذه على المستشفى. وجوده وعدم وجوده مثل بعضه، اصلا منيح اللي ما له معنا. يلا بقى فوتوا بالموضوع. الموضوع انه عفيف لسه ما صار له نهار وهون فتح العرب علينا. ليش شو عمل مرت عمي؟ طلعت منال عم تضحك، قال شو عفيف حكالة. وعن ايش حكالة؟ على الفصل اللي سواه معي. هذا الفصل الاولي خازوق. مو ضروري هالتسميات. بوران عن اي خازوق من الخوازيق حكالة؟ تضحكي على وش الدست، فركشتهم الاجتماع، بطلت تحكي لكم شيء، قوموا. روحي اضحكي على ابوكي اللي بيقوس كلاب، قوموا قوموا. في الثانية ضروري ابوكي يشتغل بهي الشغلة. صاري؟ لهوي لهوي شباب شلون؟ اي لهوي. قريتوا هنا. على الباب. مسك يا ابي. لا حلق علي سناس. مش معلوم. اخفى شوي. يا شو تخفى ما تخفى يا صهري، قوم ما بدك لحق تخلص الاوراق. منلحق منلحق عمي، لكن لك فكره شو العجله؟ شلون شو العجله؟ مو بكره على ايطاليا؟ ايه على ايطاليا، لكان لوين؟ على زيمبابوي. ايه طيب بدي لحق ساوي اوراق جواز السفر. منلحق منلحق، انا تارك رفيقي يشتغل فيه. ولك شلون تارك رفيقك؟ ولك يا صهري عم تقول الطياره بكره. هلا طقت احترقت بكره، شبك عمي محروقه بصلتك؟ شو على الشعره بدك اياها؟ لكن لك فكره، لكن لك فكره خلاص. طيب ودراستك؟ عمي اموري كلياتها محلوله. زهره متعاطفه مع ابو طمزي، لعبتوا تفشوا اسرارنا قدامها. بوران زهره ما بتقصد. تقصد تقصد، بس انت واحد خروق ما عاد تعرف تخليها تحترمك وتحترمنا بنوب. ما هلا مشاشوا هالاجتماع، فهموني. شوفوا عفيف ما لازم يبقى بهالبيت ولا يوم واحد. ليش؟ لك شلون ليش؟ ما شفت شو حكى لمنال علينا؟ او اذا حكى. لك شلون اذا حكى؟ يعني قصه صريفه، لو ما كنتي مرت عمي كنت فرطت من الضحك عليها. بقطبك 20 قطبه ساعتها. قوم بدي، قومي قومي غادة، ما بيحك جسمك الا اضعف اقطعك. ضروري انت الشر. طيب هذا وين رجلك؟ وين رجلك؟ تعال شوف. اول بدي اشوف ولا شوي. لا تني اسمعوا لا بدي. امي ما بصير تحكي مع اخي بديع هيك، كيف ما بده يكون اخوه اذا بتضلي قدام مرته بتبهدلي هيك؟ صار قد ليش وانت لسه بتقولي له لا؟ ما بصير. امي احترميني احترميني، خلي مرتي تحترمني. خلاص احترمتك. اسمع استاذ بديع، بدي تطفش لي عفيف اليوم قبل بكره. وشلون بدي طفش لك عفيف؟ بتشوفه كل ما طلع من البيت بتخلي الاولاد يدقوا له على التنكه ويلحقوا، وبتخلي هاني بتعلمه لهاني يقول له هي الديباجي شيتو شو اسمها؟ تبع يا اي او يا سرمايا عتيقه. ايوه وبعرو بعرو لايك لايك بعرو بعرو لايك لايك. بوران لا تكوني حقوده، الرجال انصلح وتاب، لكان معقوله يتبرع ب 100 مليون للوقف؟ ما تكون صفيت نفسه. لك ان شاء الله ما افتكرني صدقت شغله الوقف هي اللي اخترعها عفيف، هذا كذاب كذاب. يا سلام. ما بكون بوران اذا ما نشفت دمك يا مقوص. شلون؟ برلون لك ناخذ له رد بحره وبحره ليك ليك. لعيوني. مناول الان علاي ما هيك ابي؟ متاخر. اي بيقول لسه عم يظبط اوراقه. طب في دوائر لهلا؟ ما بعرف، بلكي راح يجيب بطاقات الطياره. ليش لهلا؟ جاي احكي لك. خير شو في؟ طحت انا وطالع. اذا ما بدقوا قتلي لهاني الكلب وبرجع عليه الحاره كلها ما بكون اسمي عفيف. معلش يتحمل، هي اليوم وبكره. شو اليوم وبكره؟ اتصلت بالجامعه قال الدوام ما ببلش الا لبعد شهر. قال شو عندهم فحوص اكاديميه؟ قلت لحالي يا ولد ضب قرشك بجيبتك ولا تخلينا نروح نبعزقهم هنيك. شو امر صهري لبعد شهر؟ ايه لبعد شهر. شو شايفك زعلت؟ زعجت شبك عمي؟ اذا مزعوج خلينا نضب اغراضنا ونمشي. يلا منال ضبي هالاغراض خلينا نمشي، يمكن ابوكي ما عاد يتحملنا. شبك دكتور طول بالك، روق دغري بتزعل. انا اصلا ما لي قدره على فراق مناول. ولا يهمك عمي ولا يهمك، إذا فارقناك ما رح نطول، وإذا طولنا بنبعث لك لعنا. عفيف ما تعصب، فوت تعشى معنا. أنا ما بتعشى، أنا بحب نام مرتاح.
عمي على فكره بكره بدنا نروح على المقفر مشان نعمل محضر تعريف. ليش محضر تعريف؟ يعني مشان اذا احتجنا اوراق او سند اقامه يكون كل شيء رسمي. انت بتعرفوا لابن نجيب وقصصه. شو علو؟ منروح دكتور. ما تتأخروا ايه؟ والله منين طلعني هذا؟ هاني ما بعرف. نصب له شي نصبه باعت ورقة ابو نجيب. عفيف مانو نصاب، رايحين على المخفر يعملوا محضر تعريف انه ساكن هون. ليش مو مسافرين انتوا على ايطاليا؟ اجلناها. جدواني يا ربي ما اجلتها. اوه اوه بابي عشقها والافو هويتها واهلها ما يرضوا ولا كل ما اشتق اليها اروح وافتح الباب عليها. عفيف ليش عم تبدل الاسم؟ حبيبتي نحن عرسان وما حدا لازم يكون معه هالمفتاح غيري وغيرك. وابي؟ شو بو ابوكي؟ ابوكي مانو غريب، بدق الباب بنفتح له، بعدين بنهاية المطاف هي الغرفة بتضل غرفته. ابي بدق الباب ما بتحشطحش. بعرف انه ما بيتحشطحش، بس بركي شي مرة فكر انه نحن مالنا هون وفتح الباب علينا من غير ما يدق. ويفكر مالنا هون ويفتح الباب، شو هالشغلة يعني؟ لك لك شو هالشغلة؟ تعينا عندنا. ايه صهري؟ شو ايمتى وين اذا الله راد؟ على ايش؟ على السفر على ايطاليا، هاي لك مشرف عندي شهرين هلا. انا اتصلت بالجامعه، قالوا لي اني ممكن اقدم الامتحانات السنه الجايه، مو ضروري هاي السنه. قلت لحالي يا ولد حط مصرياتك بجيبتك احسن ما تبعزقون هون وهون. وبقعد هون وبدرس على مهلي وبرواق. مظبوط، تعال، المفروض تدبر بيتك يا صهري. دبر بيت، معقول الحكي عمي انت بترضاها؟ معقول انا برضيت سافر على ايطاليا مشان ما بعزم مصرياتي هون وهون، اجي اخر شيء يحطوا الاجار بيوت؟ إيه انت ما بترضاها عمي وحده منا. انا ما برضاها. طيب وانا شو بعمل؟ شو بتعمل؟ لك انا كسر ظهري بكسرين من عمنام بالمطبخ. طيب يعني والحال وين بدك تنام؟ ما بعرف، انت وين بتريد؟ نام بحضن ام هاني. لا انا ما بحب كون عالي على مرة بنوم. هاي المرة اللي عم تحكي عليها عندها بيت سياح مياح، اصلا هي ما بترضى تعيش معك عيشة مثل عيشة الدار بايدك. طيب امنا وصدقنا ام هاني لبين ما نتجوزها وين بروح؟ بعدين بجوز تمطمط لي اياها شهرين ثلاثين. فكري ام هاني انا اطبق لك اياها. لا يا صهري زعلت منك. وينك؟ لا تفكرني انه انا بنكش بزبالي وحاطط على صدري وردي طلع بي، انا بطبق بلد مثل ما هي. قديش بتاخذ معك العملية كلها؟ يعني بس اصبرني شي شهرين. أنا مستعد طبق لك اياها بيومين، شهرين؟ إيه بشهرين. وأوراق الإذنامة مين بده يطالعهم؟ الأوراق كلهم جاهزين، أنا طالعت لك إخراج قيد إلك وإله ولا حكم علي، وكل الأوراق اللازمة. طيب ليش هو ما إجا فاتحني بالموضوع؟ قال لك أحلى من تمك أحلى. خايف تكوني مو موافقة. إيوة، إلي 10 سنين موافقة، ليش خايف؟ أبصر. على كلين ألف مبروك. أب منال؟ مبروك يا ابو منال، انت صرت عريس وانا كسبت الشرط. مرهون حكيلي. اذا حدا سال عني انا راجع بعد الساعة. خير ليش وين رايح؟ مو شغلتك. حاضر دكتور. عفيفو يا خليلي. طلع اي شيء اي شيء انت بدي اخلص منه البقره. انا ما بيكون اسمي عفيف اذا ما بعلبه بعلب بلوبي. رجعي ليك شوي، رجعي شوي. اوكي رجعي. بعرو
تعال 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 لا تخافي لا تخافي تعال لك تعال تعال حبيبي تعال لا تخاف ما راح انفخك انت منفوخ خالص تعال تعال امشي معي راح نفسك المره شيل شيل تعال شيل تعال لحظه شوي ايه هاني وبعدين معها شو بعدين ما بعدين احمد ربك اني انا من عند الدكتور اضرب بايدي ولكن طلعتك كف خليتك بثلاث سنين ما تاكل الكعكه وهي بدي امي بدك امي وهي فوت قدامي شوف فوت قدامي يا امي يا امي انتي روحي على المطبخ روحي رجال عود انت شو بدك مني بدي اخذك وجننك لانك اخذت مني منون اخذت منال ومشي الحال شو بقدر بعمل لك يعني طلاق بس بشرط شو هو بتقلي مين علمك تعمل معي هيك خالتي بوران اسمعوا لها شو بتشيل اسم عفيف وبتحط محله بوران بتضل بتغني لها لشهر بتطلي شو قلت انا ما بقدر بغير بس الف لك شهر جديد الف بدك نقول لها بعرو بعرو ايه ويدقوا لها اولاد على التنكي يدقوا لها على التنكي بتطلق طلق وعد شرف وعد شرف كتير قد ايه يعني لك قوم من خلقتي قوم ورجيني شو بدك تعمل مع بوران تحرك طيب عليك رجال وينك دكتور انا تبرم السند والهند ما بتلاقي مثل حكايتي انت شبك دكتور شبك ليش كل هالقد نعسان ما عم بشبع قومي بنت عمي قومي يستر على اختي قومي خلينا نروح على الدور ايه قومي بنت عمي قوم زاتي نحن جينا حتى ما حدا يعتب علينا اهلين وسهلين شرفتوا تصبح على خير شرفتوا انت من قالوا خلينا نشتاق لكم خلينا نشوفكم بالصدفة وينكم ابو زورونا حتى نشوفكم ايه ان شاء الله ان شاء الله يلا بن عمي اهلين وسهلين يلا روح خذ الباب وراك ابوك امتى بده يحل عنا انا فاضيلك اليوم الثاني حامل لي ام بطيخ وجاي شو انا مالي شغله غيرهم بس هذا بيته دكتور بلا دكتور بلا بطيخ هذا البيت بيتي مو بيته انا في محضر تعريف باسمي وانا اللي عم بدفع الاجار من وين لوين انت جاي وعم بتقلي لي بيته ها شو هالحكي دكتور؟ مثل ما عم قلت لك ابوكي ماله جاي لهون بده يجي هذا بيته لسا بتقلي بيته بيت بنته إلا جوز هو اللي بيحل وبيربط انا ماني فاتحه قهوه هون شو بدي اقول له اذا اجى لعنا؟ قلعي ما بلع ابي اسمعي اللي قال لي بتختاري يا انا يا ابوكي ابي روحي لعند ابوكي وانت طالق هاني ولا شبيك لبيك هاني مشاعر يقفز بين يديك شفت اللي صار لك شفت هاي طلقت لك منال لك هات جوابك لبوسة ها بحب البوس بس مشان تعرف مو بس طلقتها بعدتها تسكن عند امك كتر خيرك يا عفيفي كتر خيرك تعال اقول لها شو مشان بورا رح ضل اقول لها بعرو لو بطفش لك اياها من الدار كلها لك انا هاني مو حي الله فري عليك ضحكك هاي دبرنا البيت الحلقه الجاي مندبر المرا اسفقوا لي هالشارع يلا